كوزيك فام الإذاعة الأولى في تونس. مبارك ناطق رسمي مجموعة 404. احنا اليوم في القصرين لان هنا لقينا ترحاب كبير من جميع الاطراف في القصرين. معنا ام الشهيد بدر الدين العلوي. اخترنا احنا كمجموعة انا باش تكون هي المشرفة وهي اللي باش تقدم الهيبة لمستشفى القصرين. معنا زاد الاخ توأم للشهيد والقيمة الجملية هذه توانسة بالخارج معناتها عملوا حملة كيدي في دي تونس بنا تحية قافلة شهيد بدر الدين العلوي. والقيمة الجملية لهذه القافلة 1.2 مليون يورو وكانت كلها تحت إشراف الرئيس قيس سعيد اللي حل الأبواب للقافلة هذه. ما كانتش فما حتى تعطيلات ولا الكل أي باب بتخناه قناه محلول ما شاء الله. وكما شفتوا هذا نجموا رجعوا حتى 0.01% من تعب أم الشهيد اللي خرجت لنا نوارات في تونس ونعتبروها هي حرة من أحرار تونس اللي مدت واللي وصلت وليدات نوارات باش يخدموا هذا الوطن الغالي وباش تخلي بلادنا في العالم. هذه هي المرأة التونسية اللي مستحقينها وهذه هي نوع من المرأة التونسية اللي هي الساس والعرس بتاع البلاد إن شاء الله. 1.2 مليون يورو هو بالنسبة للمستشفى القصرين أو لمختلف المستشفيات؟ كامل الهيبة هي 1.2 مليون. على قديش المستشفى بالشهر؟ هو المستشفيات باش يكونوا ولا شابة صفاقس المستشفى العسكري القروان منزل بوزلفة نفيضة الحامة توزر دوز بنزرت منزل بورقيبة الكيف جندوبة باجة وسيدي بوزيد والقصري. أم الشهيد بدر الدين علي شهيد الواجب المستشفى الجهوي بجندوبة حاضر اليوم في المستشفى الجهوي بالقصرين الحديث عن القافلة التي أقيمت بعد استشهاد بدر الدين أثناء أدائه الواجب. والله أنا ماذا بي تتعاون الإخوان كل يتعاون ويهم بإيد بعض ويحاولوا معناها طلب المزيد في المزيد. تونس في حاجة إلى المزيد أكثر من هكذا فهمت. ندعو رجال تونس وقائمين على تونس إن شاء الله يحطوا إيدهم في إيد بعض إن شاء الله وينصروا دولتهم ويحموا شعبهم ويهتموا بشعبهم ويهتموا بمؤسساتهم ويكونوا مستفيدين. فضل الناس اللي جت من برا واللي اجتمعت واللي دعمت يعني تعاونوا يعني بمالهم وبمجهودهم وبحضورهم أنهم يرحبوا بهم وأنهم يعاونوهم وأنهم معناها وإن شاء الله من حسن إلى أحسن إن شاء الله من حسن.